ماشي الله يا عماد. ماشي، هو مش يلا يا عم، الريكورد، ماشي يلا اتوكل على الله. الريكورد احسن. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه كده جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. الناس اللي حضرت كامب الاردوينو وخلصت الحمد لله على خير، داخلين على كامب جديد اللي هو البي سي بي. بقى هنعرف يعني ايه بي سي بي، وليه بنصمم بي سي بي، او ليه بنعمل بي سي بي اساسا. تمام. بالنسبة للمشاريع، هنختار بروجكت نعمله في النهاية. يبقى احنا الهدف ان احنا من اول السيشنات لاخرها عندنا بروجكت شغالين عليه، بحيث ان احنا نطلع في النهاية دايرة كاملة. تمام. بدل ما احنا مثلا نبقى شغالين بشكل عشوائي، كل سيشن نشرح جزء مثلا ونطبق عليه، نشرح جزء ونطبق عليه وخلاص، يبقى الشرح كله بيزد بروجكت، وفي النهاية نطلع دايرة كاملة 3D موديلد. يبقى أنت شايف الحاجة بعد ما تتصنع هيبقى شكلها إيه، ما يبقاش أنت بتصمم مثلا على برامج بس والكلام ده، لكن ما أنتش عارف الحاجة دي هتتصنع إزاي أو هيبقى شكلها إيه والكلام ده. إن شاء الله في خلال السيشنات أحاول أقرب لكم الموضوع بعد التصنيع وفترة التصنيع والكلام ده بيتعمل إزاي، لو التصنيع يدوي بيتصنع إزاي والكلام ده كله. لو حد عنده أي أسئلة طبعا هيسيبها في الشات، وأي حد من التكنيكال هيرد عليه. تمام. أو أنا برضه هبص على الأسئلة من كل فترة والتانية وأرد عليها بإذن الله. تمام. نشوف الكونتنت بتاعنا إن شاء الله اللي هنتكلم فيه. هنعرف أول حاجة إيه هي البي سي بي، بعد كده هنعرف الموست يوزد إلكترونيك كومبوننتس، السكيماتيك دايجرام. تمام. الكومبوننت باكجينج تايبس، بعد كده هنعرف يعني ايه لاي اوت، بعد كده الديفرنت بي سي بي ديزاين سوفت ويرز وهنختار منهم واحد، البي سي بي ديزاين رولز، والبي سي بي مانيفاكتشرنج او مرحله التصنيع. طيب مبدئيا قبل ما نبدا السيشن او المحاضرة اللي احنا على وشك ان احنا نبدأ نشرحها يعني ان شاء الله، انت مطالب منك كونك هتحضر بي سي بي، او داخل تعرف يعني ايه بي سي بي ديزاين، او تبدأ تصمم سيركت خاصة بيك انت او السيستم اللي انت كنت عملته قبل كده، ان انت تكون عارف الكترونيكس كويس جدا 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 جدا، لان بدون الالكترونيكس او بدون فهمك للالكترونيكس، الدائرة اللي انت هتصممها كأنك بترسم على ورق. الرسم ده ممكن يكون فيه أخطاء وممكن ما يكونش فيه أخطاء، ممكن يكون ليه هدف في النهاية وممكن ما يكونش ليه هدف. فأنت لو فاهم إلكترونيكس كويس هتبقى عارف كل كومبوننت أو كل مكون إلكتروني انت هتحطه في السيركت هتحطه في المكان ده ليه، والقيمة دي ليه. يبقى دي احنا هيبقى مفروغ منها بالشرح. انا مش هشرح إلكترونيكس، يعني انا يكفي ان انا هقول لك العناصر الاساسيه اللي احنا بنحتاجها في الدوائر اللي هي ايه وما الى ذلك، التوصيلات، احاول اغطي معاك جزء السيفتي في الدوائر، وبتيجي تصمم دايره ايه الرولز اللي تتبعها. وبرضو انا مش هقدر اغطي لك الرولز كلها، في كورس خاص بيشرح رولز بس، او بي سي بي ديزاين رولز، يعني بيشرح لك قواعد التصميم فقط وليس التولز. يعني برضو في رود ماب انا كنت عملتها، اللي هو لو انت محتاج تتعلم بي سي بي كحد ياخدها تراك تخصص، او حد هياخدها تراك شغل فيما بعد، ايه المطالب منك؟ طلب ان انت تبقى عارف الكترونيكس زي ما وضحت لك كويس، تبقى عارف الديزاين رولز الخاصه بالبي سي بي، بعد كده بتختار تول من الديزاين تولز تبدا تتعلمها، مش العكس. يعني ما اروحش اتعلم بي سي بي ديزاين تول وانا الرولز يعني مش ملم بيها. فانا بنحاول هنا اربط لك الاثنين ببعض. الفئه اللي معايا المفروض ان الفئه اللي بتحضر السيشنات حاليا اغلبهم علوم طبيه، ناس على وشك التخرج، فانا بحاول اربط لك البي سي بي ديزاين رولز اللي انت هتحتاجها مع التولز واحنا بنشرحها، لان انا زي ما قلت ما اقدرش اغطي لك الرولز كلها، وبعد كده مش هلاقي وقت اشرح فيه الايه
التولز. طيب ندخل على اللي بعده. اول حاجه يعني ايه بي سي بي؟ الكلمه الشهيره اللي هي مكونه من 3 حروف، كلمه بي سي بي. الكلمه دي اختصار لكلمه برينتد سيركت بورد. انا اول مره سالت السؤال ده كانت من 5 سنين بالظبط، يوم ما نتيجه الترشيح ظهرت وعرفت ان انا دخلت هندسه الكترونيه. كان معايا حد اكبر مني سنا يعني من الكليه، كان متخرج وكده، فقلت له تعالى بقى انا محتاج اسالك شويه اسئله. كان اول حاجه في دماغي هي المذر بورد بتاعت الكمبيوتر. قلت له المذر بورد دي انا فكيتها كتير والكلام ده، بس ما اعرفش هي بتتعمل ازاي او دي اسمها ايه. فقال لي ان المذر بورد دي اسمها بي سي بي، وكلمه مذر بورد لانها اللوحه الام اللي بتبقى مسؤوله عن تشغيل الكمبيوتر كله بشكل عام. قلت له جميل، طيب بي سي بي بقى يعني ايه؟ قال لي بي سي بي يعني برينتد سيركت بورد. قلت له ايوه جميل، انا ما اعرفش برضو يعني ايه برينتد سيركت بورد. قال لي يعني دايره الكترونيه مطبوعه. قلت له يا سلام، يعني انا ما كنتش يعني انا كنت عايزك تعربها لي، لا انا محتاج افهم اكتر. فرد زي ما انا رديت كده، اللي هو قال لي محتاج الاول تعرف الكترونكس كويس، يعني المكونات الالكترونيه بتبقى محطوطه على الدايره دي بتعمل ايه. بعد كده لما بتتعلم المكونات الالكترونيه دي عشان تبدا تكون دايره فانكشنال او دايره شغاله، بتبدا توصلهم مع بعض بالطريقه الصحيحه اللي تديك سيركت شغاله. تمام، التوصيل ده بيكون على ايه؟ بيكون على تيست بورد، او بيكون مثلا على ايا يكن حاجه اللي هي الدوتد بي سي بي بقى، اللي هي حاجات بره، اللي هي حاجات بسيطه تقدر انت تتعلم عليها، بتبقى تعليميه يعني ما هيش اورينتد حاجه معينه. تمام، وبالفعل بدات اتعلمت الكترونكس بي سي بي. عايز بقى انا عايز مرحله بقى بعد الالكترونكس. لا انت دلوقتي لسه انت عرفت الكترونكس ويا دوبك تربطها مع بعضها، عايز برضو تعرف اللي بعد كده اللي هو جزء بروجرامينج. ما انا الدوائر دي كلها هحطها مع بعضها هحتاج ابرمجها. اتعلمت برمجه، دخلت خدت مايكرو كنترولر وما الى ذلك. دخلت اللي بعده، عايز بقى يا عم اتعلم البي سي بي اللي انت كنت خالقني بيها وعمال تقول لي برنت السيركت بورد. فخلاص ما الشخص انا ما قدرتش اخد المعلومات الكافيه منه. دخلت على النت، يعني ايه برنت السيركت بورد؟ قال لك يعني دايره الكترونيه مطبوعه. حلو، يعني اللي انت الدايره اللي انت بتعملها اللي هي بتبقى عباره عن كميه وايرز كتيره جدا، بتبقى عباره عن تراكات مطبوعه بالحبر. ايوه طب جميل، انا هعمل التراكات اللي مطبوعه بالحبر دي هستفاد ايه؟ الحبر ما هوش حاجه كوندكتيف او ما هوش ماده موصله. قال لك لا، ما احنا بنستخدم النحاس كماده كوندكتيف. يبقى انا عرفت الكترونكس وعرفت اوصلها ازاي كويس، بعد كده عرفت ان انا عشان اعمل بي سي بي او برنت سيركت بورد المفروض ان انا احول الوايرز اللي انا كنت عاملها باسلاك بره دي عباره لتراكات او خطوط بنفس عدد الخطوط او العدد الاسلاك اللي انا كنت مستخدمها، بس المره دي ايه؟ خطوط من الحبر او برنتد، حاجه مطبوعه. جميل، يجي نفس السؤال، انا عملت الدايره حولتها من الشكل اللي هي قدامي للشكل اللي هو برنتد او الشكل اللي هو الحبر ده، الصوره اللي هنا دي، الصوره دي. طيب دي برضو حبر زي ما قلت مش بتوصل. قال لك لا، ما انت هتاخد الحبر ده بعد كده، الحبر ده كل خط من دول يعني كل نقطة أو كل مسار من دول هيمثل مسار نحاس. قال لك إزاي؟ يعني أنا دلوقتي أنت بتقول لي ده أنا طبعته بالطبعة، هي الطبعة بتطبع نحاس؟ لا الطبعة ما بتطبعش نحاس. يعني وليكن أنا زي الدايرة البسيطة اللي هنا دي كده عبارة عن لمبة وبطارية. لو أنت جيت تعملها في الطبيعة هتبقى إيه؟ لمبة زي دي كده، وادي سلك، وادي سلك تاني، وبطارية، صح؟ مش محتاجة بي سي بي، أو مش محتاجة إن أنا أروح أصمم دايرة وأبدأ أعمل لها أحولها بدل ما هي كانت على تيست بورد أبدأ أعمل لها راوتنج مثلا بحيث إنها تبقى بالحبر زي كده وبعد كده أحولها من حبر لنحاس. طيب لو حاجة زي دي أو لو حاجة بالكم المعقد ده، لا هنا الموضوع مختلف.
هنا بقيت مطالب احول الدايره اللي هي الكبيره، وخليني اجيب لك اكزامبل عشان برضو تخيلوا كم التعقيد اللي بيكون في الموضوع. الناس شايفة ال ثواني هعمل شير سكرين. متخيل حجم الدايرة عامل ازاي أو شكل الدايرة عامل ازاي؟ عبارة عن شوية رئيسيات، كام تست بورد، أسلاك. تخيل بقى لو في مثلا مشكلة أو في واير من دول، مش هنقول مفصول، هنقول مهزوز، وانت مطالب ان انت تعمل ديباج للدايره دي او تطلع العطل او الخطا او المشكله اللي موجوده في الدايره. الموضوع هيبقى مرهق جدا 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 اقصى مما تتخيل، لان يعني انت ما انتش عارف المشكله فين، انت بتتعامل مع حاجه انت مش شايفها. تمام، نرجع. نرجع للسكرين بتاعتنا. يبقى انا دلوقتي عرفت انا بعمل بي سي بي عشان اقلل الحجم اللي انا كنت بستخدمه من التست بورد، او من لو كنت بتوصل الدايره بتاعتك على خشب قبل كده او ايا يكن كنت بتوصلها على ايه، ان انا اقلل الحجم بتاعها وازود الافيشنسي بتاعتها او ان انا اعلي الكفاءه بتاعتها، وفي نفس الوقت ما ارهقش نفسي في التوصيلات او في الديباجنج وما الى ذلك. طيب انا عشان اعمل حاجه زي دي محتاج ايه غير الالكترونيكس بقى والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها؟ محتاج يكون عندك بي سي او كمبيوتر، تمام، يكون متثقب عليه برنامج كاد. خلينا تمام، يكون متثقب عليه ايه، برنامج كاد، ودي البرامج اللي هنتكلم فيها في النهايه. يعني السيشن دي هتبقى كلها خفيفه، اعرفك يعني ايه بس بي سي بي، التايبس اوف بي سي بي المختلفه، البي سي بي دي ذات نفسها تركيبها، تركيب البي سي بي بيبقى عامل ازاي، اللايرز الداخليه. هنبدا نحمل السوفت وير ونشوف الحاجات اللي اتعملت قبل كده، وبناء عليها من السيشنات الجايه ان شاء الله هنبدا ندايف ان، بحيث ان انا فمحتاج الناس كلها مسطبه السوفت وير. يبقى انت معاك السيشن دي خدت انترودكشن بس عن البي سي بي، حملت البرنامج، وهقول لك هنحتاج برنامجين هنبقى شغالين عليهم للنهايه ان شاء الله، بحيث من السيشنات الجايه هنفتح هبقى انا بشرح وانت تبقى شغال معايا ان شاء الله، يبقى احنا الاثنين هنبقى شغالين بارلل، اللي بتشرح انت بتطبق. تمام، البي سي بي تايبس. طيب انا حتى الان اتكلمت ان التراكات او البي سي بي ما هي الا تراكات او مسارات من الاسلاك كنت بوصلها بسلك عشان اوصل من نقطه لنقطه. انا حولت الاسلاك دي لمسارات نحاس مطبوعه، يعني انا هرسمها على اي برنامج رسم وابدا اطبعها حبر، وبعد كده احول الحبر ده لنحاس زي الصوره اللي واضحه هنا دي مثلا. المسارات اللي هنا اللي هي الخطوط دي، تمام، دي معموله على برنامج كاد، بعد كده اتطبعت حبر على ورق عادي، بعد كده اتحولت الحبر ده اتحول لنحاس، وهنستفيد في الجزء ده بس ايه اما نجيل. نفس الكلام في الدايره اللي هي اللي تحت، نفس الكلام في الدايره اللي في الجنب دي. طيب ايه الفرق بين الريجيد بي سي بي والريجيد فليكسبل بي سي بي والفليكسبل بي سي بي؟ قال لك الريجيد بي سي بي دي هي بتبقى بي سي بي صلبه، بمعنى ان انت لو حاولت هي حاجه ناشفه، لو انت حاولت تتنيها هتنكسر منك. طيب دي بتكون فين؟ بتكون في التطبيقات الاندستريال، الاماكن اللي هي بيكون فيها مكن معدات تقيله. طيب ليه يا عم بيكون فيه الريجيد بي سي بي خاصه؟ بيقول لك لانه بتتحمل درجات حراره عاليه،
تحمل ضغوط بقى، يعني ضغوط مختلفة من الجو، السوائل وما إلى ذلك، لأن في بي سي بي بيتعمل عليها درجة عالية من العزل، الموضوع يعني فيه توسعات كبيرة. تمام. بالنسبة للريجيد فليكسيبل بي سي بي، قال لك أنا عندي الفليكسيبل بي سي بي اللي هي بقى عكس الريجيد بي سي بي، اللي هي البي سي بي المرنة. طيب المرنة ده بيكون فيه زي مثلا الموبايل، لو شفت الموبايل او حد شفت حد بيعمل صيانه للموبايل قبل كده، فتحت آلة حاسبه، جبت مثلا اي جهاز قديم او لعبه او كده كان فيها، بس تكون لعبه مثلا محترمه شويه، هتلاقي فيها شريط زي اللي قدامك ده كده، حاجه بتتني في ايدك عادي وعليها مسارات من النحاس. طيب الفليكسيبل بي سي بي دي برضو بتستخدم في ايه تاني؟ تطبيقات الميديكال، التطبيقات الطبية، لما تيجي تعمل أجهزة ويرابل أو أجهزة قابلة إن المريض يكون لابسها، زي مثلا أنت تعمل فيست المريض يكون لابسه على جسمه، في نفس الوقت محتاج فيه دواير، أكيد الفليكسيبل بي سي بي هتكون أنسب حل بالنسبة لك، أو الريجيد فليكسيبل بي سي بي، لأن الريجيد بس هنا هي حاجة صلبة، أنا ما ينفعش أجي أحط للمريض دايرة فيها مكونات، والمكونات دي كل مكون ليه ارتفاع وسمك معين، أكيد مش هيبقى اللي هو أفضل اختيار. تمام. فأنا بلجأ للإيه؟ للفليكسيبل بي سي بي. فليكسيبل بي سي بي مراحل التصنيع بتاعتها بتبقى يعني مش هنقول معقدة، بس فيها شيء من التعقيد، يعني مش معقدة قوي بس فيها شيء من التعقيد، لأن بتحتاج تكنولوجيا مختلفة في التصنيع، ما ينفعش تعملها يدويا. تمام. الريجيد فليكسيبل بي سي بي زي ما قلت لك هتجمع بقى بين الخصائص بتاعه الريجيد بي سي بي وبين الفليكسيبل بي سي بي. طيب الفليكسيبل بي سي بي على عكس الريجيد بي سي بي ما تتحملش الحراره ولا الضغوط ولا الحركات الكتيره، يعني لو انا مثلا عندي في المصنع في مثلا حراره عاليه، درجه الحراره العاليه دي ممكن تسيح لي الفليكسيبل بي سي بي دي، لان هي في النهايه عباره عن يعني خامه من الخامات البلاستيك او الخامات اللي هي البي في سي. تمام. فمع برضو رغم ان البي في سي البي في سي ممكن يتحمل درجات حراره عاليه، بس مش كل الفليكسيبل بي سي بي هتقدر تستاند في الدرجه اللي هي بتكلم فيها اللي هي الاندستريال، لان التطبيقات الاندستريال دي درجات الحراره فيها بتتفاوت يعني. تمام. ندخل على اللي بعد كده، ده بقى اللي هو الكور بتاعنا او اللب، اللي هي شريحه النحاس اللي احنا بنتعامل معاها. من سعادتك او تيجي بقى عايز تصمم دايره بي سي بي، او خلصت البروجكت بتاعك وعايز تحوله بقى من دايره على بريد بورد او تيست بورد لدايره بي سي بي، او تخليها دايره برنتد، اول حاجه بتيجي في دماغك هتعمل ايه؟ يقول لك ده فلان قال لي انت هتصمم الدايره بتاعتك على البرنامج وتحولها لحبر، وبعد كده هتطبعها، الحبر ده هيتطبع على ورق، وبعد كده الحبر اللي على الورق ده هنقله من على الورق للنحاس. جميل. يبقى احنا دلوقتي في إيليمنت مشترك ان احنا هنحول الحبر لنحاس. طيب هل عملية تحويل الحبر لنحاس دي اي نحاس هينفع معايا، واي ماتيريال واي طريقة تحويل هتنفع؟ لا. ففي ستاندرد كده ان انت بي سي بي لما بتيجي تشتريها بتبقى بالشكل اللي قدامك ده، ان في عندي ماده عازله اللي هي السبستريت دي، بعد كده بيبقى فيه طبقه نحاس. تمام. ودي زي ما هو كاتب لك هنا اللي هي ايه، السنجل لاير، يعني عليها طبقه نحاس واحده فقط. يعني انت لما تيجي تجيب دايره او جزء قطعه النحاس اللي انت تعمل عليها دايره البي سي بي، هتلاقي ايه، عباره عن سنجل لاير او فيها طبقه نحاس واحده، بعد كده السبستريت او الطبقه العازله او اللامينيشن اللي هي الطبقه اللي بتكون شايله النحاس اللي احنا هنستخدمه. تمام. طيب ده بالنسبه للسنجل لاير. طيب بالنسبه للدبل لاير، ده نوع تاني. انا بدل ما كان عندي طبقه نحاس واحده بس في التوب مثلا، بقى عندي توب لاير وعندي بوتوم لاير، وهنا طبقة نحاس، وهنا
طبقة نحاس، تمام؟ دي السبستريت. في حد فتح المايك يا شباب؟ تمام. طيب لو انا محتاج اكتر من كده، يعني انا حتى الان بنتعامل في حاجات بسيطه خالص اللي هو سنجل لاير دبل لاير. انا اول مثال قلته لك كان ايه؟ المذر بورد بتاعت الكمبيوتر. هي المذر بورد بتاعت الكمبيوتر دي هينفعها طبقه نحاس واحده بس يبقى عليها كم المكونات الضخم اللي انت كنت شايفه، او طبقتين يبقى عليهم كم المكونات الضخم ده؟ لا، الحقيقه ان المذر بورد او اللي هي الدوائر الهاي سبيد بيوصل عدد اللاير فيها ل 16 لاير، يعني 16 طبقه من النحاس. زي ايه؟ هنا مثلا دي طبقه نحاس، بس ده اتشكلت وعملت لي التراك اللي موجود هنا ده، او المسار النحاسي اللي موجود هنا ده، سواء المسار ده او المسار ده وده. يبقى دي كده لير، هنا ادي مسار تاني وادي مسار تاني، يبقى دي اللير التاني، دي طبقة عازلة. هنا في ادي مسار تالت وادي مسار رابع، يبقى دي اللير التالتة. هنا دي مسار اهو، كل ده مسار، يبقى دي اللير الرابعة. مادة عازلة، بعد كده لير الخمسة، مسار نحاس، مسارات نحاس ثانية، لير الستة، تمام. مادة عازلة تاني، بعد كده عندي مسار نحاس سبعة، مسار نحاس ثمانية. يبقى دول كده كام لير؟ دول ثمانية. ليه؟ جميل. طيب ايه اللي انت لو لاحظت كده، ايه اللي متفق عليه هنا؟ ان انا بين كل لاير فيها نحاس لازم افصل بماده عازله. ما هو انا لو جيت قلت لك احط طبقه نحاس ومش هحط ماده عازله، وجيت عملت طبقه نحاس تانية تحتها كده، ايه اللي انا عملته؟ ما انا عملت شورت سيركت. يعني دول كده اكني مش عامل ايه، اكني ما عملتش البي سي بي اصلا اللي انا عملتها دي. يبقى انا الغرض ان انا عندي طبقه النحاس دي بفصل بينها بماده عازله عشان اقدر اعمل، هي دي بالظبط يا شباب، اكني بعمل، انا عندي مثلا 8 لاير دولت، اكني بعمل 8 دوائر، بس الثمان دوائر دولت كلهم في مستوى واحد، يعني كل دايره فيهم، يعني دي كده اللاير دي بتمثل دايره، اللاير دي بتمثل دايره، او دي كده بتمثل دايرتين اهم، لان في هنا لاير فوق ولاير تحت، تمام. ماده عازله هنا نفس الكلام، تعتبر دايرتين. طيب ايه الهول او الفتحه اللي موجوده هنا دي؟ وانا كده جايب لك قطاع من دايره. الهول دي زي ما انت واخد بالك كده ان في هنا، مش احنا قلنا ان ده تراك؟ قلت تراك بس كده، تمام. ده تراك نحاس وده تراك نحاس، او ده مسار، مسار نحاس، وده برضو ايه؟ مسار. هنا ماشي كهربا وهنا ماشي كهربا، وهنا برضو في كل لاير من دول ماشي كهربا. طيب انا عشان اوصل اللايرز دي ببعضها او الطبقات دي ببعضها، ان الاشارات تتنقل من لاير للتانيه للتالته، بحتاج ان انا اعمل ثقب كده، او ان انا اوصل بين اللايرز وبعضها عن طريق ما يسمى بحاجه اسمها الفايز، وهناخد الحاجات دي بالتفصيل قدام. يبقى انا كل اللي محتاج ان انت تكون عارفه دلوقتي ان البي سي بي اللي انت بتجيبها، او شريحه النحاس اللي انت بتشتريها من المحل، او لما تروح تشتريها ان شاء الله من المحل، هتلاقيه بيقول لك انت محتاجها سنجل لاير ولا دبل لاير. يعني انت مش هتلاقي المالتي لاير، المالتي لاير ده بيتصنع مخصوص. يعني انت لما بتيجي تطلب من الشركه بتقول لك انت محتاج كام لاير، محتاج مثلا الماده العازله اللي بين كل لاير والتانيه ايه، وما الى ذلك. التكنولوجيا اللي هتستخدمها في التصنيع هتبقى ايه، تمام. يبقى انا محتاج ان انت تكون فاهم ان دي
السنجل لاير بتبقى عبارة عن طبقة نحاس، والدبل لاير بتبقى عبارة عن طبقة نحاس ومادة عازلة وطبقة نحاس تانية. تمام، سيب السولدر ماسك ده لما نيجي ايه، لما يعني لما نوصل له هنقول يعني ايه سولدر ماسك، عشان الموضوع ما يبقاش متقدم دلوقتي على الناس اللي حاضرة. حتى الآن في أي أسئلة أو في حد مش فاهم حاجة؟ شباب انا عايز فيدباك من الناس كده، عشان ايه اول باول، عشان ما احسش الناس ما تبقاش في حتة وانا في مكان تاني. تمام يا عمده، لا الدنيا كله تمام. تمام مع احداثك يا تمام باشمهندس. تمام زي ما واضح هنا كده، انا حاولت اجمع لك بقدر المستطاع اللي هو الموست يوزد الكترونيك كومبوننتس، او اغلب المكونات الالكترونيه اللي بتلاقيها موجوده في الدوائر. تمام، واغلب الكونكتورز او الوصلات او المداخل اللي بتبقى بتلاقيها موجوده في دوائر برضو ايه البي سي بي. هتلاقي مثلا في الالكترونيك كومبوننت مكون زي الكاباستور. الكاباستور معروف عنه ان هو بيخزن شحنات. هتلاقي عندك الريزيستور دوره ان هو يعمل امبيدنس، او يعمل لي معوقه، او يقلل لي التيار، او يعمل كارنت ليميتنج وما الى ذلك. الاندكتور هتلاقيه كارنت زي ما نقول ايه اللي هو يعني بيخزن تيار. انا هنا الكاباستور ده كان بيخزن شحنات او بيخزن جهد، الاندكتور بيخزن تيار، بيحول التيار ده لمجال مغناطيسي فيما بعد. تمام، هتلاقي السويتشز، انت ممكن مثلا تبقى حاطط سويتشات على دايره البي سي بي عشان تسلكت منها مكونات معينه، زي مثلا لما بتروح عند مكنه الاي تي ام هتلاقي في شاشات بتبقى تاتش، وفي شاشات فيها مثلا حاطط لك اربع زراير كده في الجنب، وانت تسلكت الحاجه اللي انت محتاجها. دي امثله على السويتشز. في البوش بوتنز، عذرا، تمام، في البوش بوتنز دي برضو زي السويتشز كده، بس هنا البوش بوتنز دي بتبقى الحاله بتاعتها مومنتري، يعني لما بضغط واشيل ايدي بترجع للوضع الطبيعي بتاعها. السويتش من اسمه هو بيعمل عمليه سويتشنج، يعني بيغير الحاله من حالته اللي هو عليها، مثلا لو كان اوف لاون، والعكس لو كان اون لاوف. اون اوف دي معناها ايه؟ معناها ان هو لا اما اوبن سيركت زي كده، لا اما شورت سيركت زي كده. يعني لو انا عندي هنا جاي لي جهد او مسار، المسار اللي هنا ده جاي عليه اشاره كهربيه، لو السويتش مفتوح مش هيمرر لي الاشاره دي، لو السويتش مقفول هيمرر لي الاشاره دي. تمام، ايه تاني؟ الاي سيز بقى باشكالها والوانها واحجامها المختلفه. الاي سيز دي اللي هي انتجريتد سيركتس. الانتجريتد سيركتس دي هي عباره عن دوائر متكامله، يعني ممكن يبقى مثلا اي سي، الاي سي ده عباره عن مثلا 8 رجول، بس بيقوم يعني جواه، يعني من جوه كده لما تيجي تعمل تفتح هتلاقي دايره، دايره بمعنى كلمه دايره ليها بقى كذا فانكشن، وانت دورك كله ان انت بتتعامل مع الرجول اللي بره دي. ده بالنسبه للاي سيز. الدايلز انت ممكن تستخدمها في ريكتيفيكيشن، ممكن تستخدمها كسيفتي، تمام، ممكن تستخدمها من تعمل مثلا عكس قطبيه، حمايه من عكس القطبيه وما الى ذلك. الترانزستورز برضو بانواعها واشكالها، سواء الموسفيتس او الجي فيتس او البي جي تي. تمام، الريليز، وبالمناسبه برضو الفرق بين السويتش والبوش بوتن والريلي، عند السويتش ده ميكانيكال، يعني انا بضغط بايدي فانا اللي بقفل بايدي وانا اللي بفتح بايدي،
والباش بوتن ده نفس الكلام، انا اللي بضغط بايدي، ولما بشيل ايدي بيرجع لوحده اوتوماتيك. يعني هو بقى فيه، لو احنا قلنا مثلا هو بالشكل ده، يبقى في زي سوسته كده هنا، بحيث انا لما اضغط واشيل ايدي يرجع للايه؟ للنورمال ستيت بتاعته. انما هنا الريلي ده لا، الريلي الكتروميكانيكال سويتش، يعني عشان اشغل الريلي ده برضه هو فيه نفس الكلام زي السويتش اللي كان هنا ده، بس عشان اشغله ما بضغطش بقى عليه. ده انا عندي هنا كده اندكتور، الاندكتور ده لازم يبقى تشارجد عشان يغير لي الحاله دي، ولما بفصل الشحنه عنه بيرجع للوضع النورمال بتاعه. انا برضو بحاول اقرب لكم الدنيا عشان ما يبقاش ايه الناس في مكان وانا في مكان، او انا بشرح في وادي والناس في وادي تاني. تمام. بالنسبه للموست يوزد الكترونيك كونكتورز، الكونكتورز دي اللي هي المداخل او المخارج مثلا اللي انت بتتعامل معاها او اللي بتشوفها في الاجهزه المختلفه، زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال اليو اس بي، الشاحن بتاع الموبايل بتاعك مثلا بيبقى فيه مدخل يو اس بي، صح؟ والا مش هتعرف يعني الموضوع مش في المينتننس، هيبقى فيه مشكله. كل ما الشاحن بتاعك يبوظ هتروح جاي راميه وتجيب واحد جديد. ده اللي بيحصل فعلا، يعني محدش بيحاول يعمل ريواج للمشاكل الموجوده او الكلام ده. تمام. الاي او اكس اللي هو مدخل الصوت، يعني انت مثلا ما تشوف ريسيفر، تمام، بتلاقي فيه مداخل كده، او عندك مثلا في الموبايل مدخل الاوديو اللي بتحط فيه السماعه مثلا او الكابل بتاع الهيدفون بتاعك. تمام. مدخل الدي اس ال الخاص بالنتورك، لو حد فيكم شاف الراوترز، الراوتر مثلا بقى فيه اكتر من مدخل دي اس ال. تمام. البين هيدرز، والبين هيدرز اللي يعني اللي ما يعرفش البين هيدرز هحاول اوريها لكم في صوره جايه دلوقتي، تمام، عشان الموضوع يبقى واضح. مدخل الاتش دي ام اي، الاتش دي ام اي ده من المداخل اللي هي بتاعه الفيجا او الديسبلاي اللي هي الشاشات البروجيكتورز. المدخل ده بقى كده، عامل كده، هوري لكم برده صورته موجود. تمام. الفيجا نفس الكلام، زيه زي الاتش دي ام اي بس بعدد بنات اكتر. طبعا الفرق بين كل كونكتور من دول، يعني انا مش بستخدم، يعني انا الفكره انا بعرض لك الكونكتورز دي كلها عشان لما تيجي تصمم دائري بي سي بي يبقى قدامك فرايتي مختلفه من الكونكتورز، لما تيجي تختار ما تبقاش محدد بحاجه معينه، ما تجيش مثلا تبقى تخلي الدائره بتاعتك كلها عباره عن تيرمينال بلوكس. التيرمينال بلوك دي اللي هي ايه؟ الروزتات. يعني انت لما بتيجي كده تروح تشتري بتقول انا عايز روزيتا، الروزيتا دي اللي هي عامله كده برضه عشان لو حد ما يعرفهاش هجيب لكم صورتها قدام. تمام. تحط السلك هنا وبقى في مسمار من فوق، تربط المسمار ده بحيث يمسك لك السلك، وفي مكان من تحت بتثبته في دايره البي سي بي. الجاك، الجاك زي ايه برضه؟ زي المدخل اللي انت بتوصل فيه الادابتر في الراوتر عشان يشتغل، ده برضو من الكونكتورز. تمام. في كونكتورز كتير جدا، انا بدي لك الفرايتي دي عشان زي ما بقول لك على حسب التطبيق بتاعك، انت محتاج مثلا تخرج اوتبوت او تاخد انبوت بورتس كتير، فانت محتاج حاجه تدي لك الفرايتي المختلفه دي من الكونكتورز او من عدد الاطراف اللي هتستخدمها. فانت بتبدا تسيرش بقى في الكونكتورز دي وتشوف الانسب ليك انت. تمام. دي الموست يوز الكترونيك كومبوننتس، زي ما احنا شايفين كده هنا مثلا هتلاقي ده الكاباستور، هنا ده اندكتور، كاباستور، كاباستور، ترانسفورمر، هتلاقي ده مثلا اي سي، نفس الكلام هنا اي سي، ده مثلا دايد، اي سي تاني، اي سي تالت، اي سي، اي سي، وهكذا. تمام. هتلاقي هنا كويل او اندكتور زي ما تسميه، هنا مثلا كاباستور، هنا ريزيستور او كاباستور، هنا برضو ده مثلا وليكن ده مايكرو بروسيسور، اي سي تاني. تمام. ده ممكن يبقى فولتج ريجليتور او منظم جهد، ممكن يبقى ترانزستور. تمام. على حسب
الديتيلز اللي انت هتشوفها مكتوب عليه، فتقدر بعينك من الديتيلز دي لما تسيرش وتجيب الداتا شيت بتاعته تعرف ايه المكون اللي موجود قدامك ده. تمام. هنا ال LEDs او اللايت ايميتنج دايودز اللي هي بتاخد الكتريستي تحولها للايت. تمام. هنا برضو شكل تاني من الكاباستور او الفي دي ار. تمام. شكل ثالث من الكاباستورز برضو. يبقى انا لو انتوا اخدتوا بالكم كده هتلاقوا في فرايتي او في اشكال مختلفه من كل مكون. في حاجات لها رجول زي ده مثلا، زي ده، في حاجات زي ده ملهاش رجول، في حاجات زي ده الرجول بتاعتها جنبها كده وفلات، في هنا شكل تاني مختلف من الرجول، هنا شكل تالت مختلف، وهكذا. ده اللي ما يسمى بالكومبوننت باكجز او شكل الكومبوننت ذات نفسها او طريقه التصنيع بتاعتها. فبناء عليه انا لما اجيبها اوصلها ازاي، او لما اصمم دايره اراعي ايه في التصميم وما الى ذلك. دي الحاجات اللي هتهمنا، وبرضه هنحاول ناخدها ايه كل حاجه من دول بالتفصيل، اللي هي بقى الكومبوننت باكجز وما الى ذلك. طيب حد عنده اسئله لحد دلوقتي؟ في حد بيكتب على الشات؟ مش صوت بيقطع. تمام. حد عاوز يسأل في أي حاجة يا شباب ولا أكمل؟ طب لو مفيش أسئلة اكتبوا لأ. تمام. أي حاجة كده في الشات عشان إيه أحس إن أنتم موجودين بس. تمام. تمام. طيب ندخل على الكومون تايبس او الكونكتورز اللي هي برضو الموست يوزد. زي ما احنا كنا لسه بنتكلم من شويه على اليو اس بي، ادي اليو اس بي هتلاقي الديفرنت تايبس تو. تلاقي مثلا هنا بيقول لك اليو اس بي تايب ايه، ده اللي بيبقى موجود في ال، ده الشكل بتاعه اللي هو موجود مثلا في اللابتوب، اللي موجود في الشاحن بتاعك. تمام. ده اللي هو التايب اي. اليو اس بي تايب بي لو انت مثلا اشتريت اردوينو اونو او اردوينو ميجا هتلاقي فيه المدخل ده، او بيبقى موجود برضو في الطبعات. ده اللي هو اليو اس بي تايب بي. طيب برضو انا يعني الناس ممكن تكون بتسال، انا ليه اعرف الحاجات دي، او انا ليه اكون عارف الحاجات دي؟ زي ما قلت لك انت لما بتيجي تصمم محدش بيقول لك حط كذا عشان كذا، انت اللي بتبقى بتصمم. اسمها ايه؟ بالديزاين، مش بتري انفنت ذا ويل. يعني انت مش هتجيب حاجه معموله وتعمل زيها. انت دلوقتي اللي بقى في ايدك الموضوع، انت معاك السيركت او الحاجه اللي انت بتعملها، حاجه خاصه بيك انت او حاجه مطلوبه منك. ما حدش بقى بيقول لك الديتيلز دي يبقى شكلها ايه او ابعادها ايه والكلام ده. انت المفروض بتعمل استيميشن كده، ايه افضل سوليوشن او ايه افضل حاجه استخدمها عشان اوصل لافضل ريزلت في النهايه. وبرده ان انت بتراعي ثلاث حاجات اللي هم الانيشيال كوست والمينتنس كوست والرننج كوست. اول حاجه الانيشيال كوست دي، لما اجي اعمل دايره ما اروحش اعمل دايره الانيشيال كوست بتاعتها عاليه جدا، يعني ما احطش التكلفه اللي انا هعمل بيها الدايره تبقى عاليه جدا، وفي نفس الوقت اراعي المينتنس كوست، يعني تكلفه الصيانه بتاعت الدايره ما تبقاش كبيره. يعني ما اروحش اجيب اعمل البي سي بي مثلا اعمل لها طلاء بالذهب عشان ده هتبقى هتديني كونكشن احسن، او اجيب مثلا كونكتورز فيها اضطر استوردها من بلد الفلانيه عشان مش موجوده في البلد اللي انا فيها. طيب بعد كده، يعني انت دلوقتي عملت الدايره وخلصت المطلوب منك، ما تيجي في المينتنس لما يحصل مشكله الدايره او السوليوشن اللي انت حطيته مش هتبقى حاجه افكتيف. يعني انت كده هتبقى عملت ايه؟ حطيت حاجه اشتغلت لمره واحده، واول مع اول عطل ما قدرتش تكمل. ده بالنسبه للمينتنس كوست. انا لما باجي براعي بشوف ايه المتاح في السوق، وبناء عليه اقدر اصمم الدايره دي بحيث لما يحصل مشكله، وليكن مثلا انا هعمل دايره، الدايره دي هتشتغل في مصر. اكيد مش زي لو هعمل دايره الدايره دي هيستخدمها حد مثلا في المانيا او في امريكا او اي هناك دوله اجنبيه. تمام.
فرق الجهد مثلا، انت عندك الجهد هنا مختلف عن بره، الماركت اللي هنا عندك غير الماركت اللي عنده بره. ما ينفعش انت لما تيجي تصمم الدايره تصممها بناء عليك انت، انت بتصممها بناء على ايه؟ الكاستمر نيدز او الكلاينت نيدز، اللي هو احتياجات العميل ذات نفسه. وزي ما بقول لك اللي هي برضو بتراعي ايه؟ الانيشال كوست، يبقى التكلفه او تكلفه التصنيع او التكلفه البدائيه ما تبقاش عاليه، تكلفه المينتنس كوست في نفس الوقت ما تبقاش عاليه، تمام؟ ان انا لما يحصل مشكله واجي اعمل لها صيانه ما تكلفنيش كتير، ما تكلفنيش ان انا اغير البورده كلها او ان انا اغير السيستم كله، تمام؟ الرننج كوست نفس الكلام، تكلفه التشغيل. ما اجيش انا مثلا عشان اصمم دايره بي سي بي اجي في الرننج كوست دي اعمل مصمم دايره بي سي بي مثلا تشتغل ببطاريات، وانا حاطط البطاريات دي وليكن مثلا بطاريات سنجل يوز، يعني استخدام واحد، استخدام مره واحده، يعني اخترت فئه كده من الجهود اللي هي مش متاحه غير في البطاريات اللي هي استخدام نون ريتشارجبل باتريز كمان، اللي هي الاستخدام الواحد. فده برضو ايه؟ حل مش افكتيف. اليوزر كده كل ما يجي يستخدم الجهاز هيحتاج كل شويه يغير الباتريز، ما هي تغيير الباتريز دي هيبقى يشمل ايه؟ الرننج كوست، التكلفه اللي هو بيصرفها عشان يشغل السيركت، تمام؟ طيب ايه النوع الثاني من اليو اس بي؟ اللي هو اليو اس بي تايب سي، زي اللي بقى موجود في الموبايلات، اللي يعني اغلب الموبايلات بتاعتنا دلوقتي كلها بقى فيها تايب سي. عندك المايكرو بي سوبر سبيد. المايكرو بي سوبر سبيد ده يعني ممكن نقول عليه اليو اس بي 3، تمام؟ يعني هو انت هتلاقي الناس بتقول لك ايه، لا يا عم اليو اس بي 3 هو نفس اليو اس بي تايب ايه بس لونه ازرق، يعني هتلاقي لونه كده من جوه بلو. هو انا ما عنديش مشكله معاك ان هو بيبقى ستاندرد من جوه لونه بلو، بس لو انت جيت تستخدم بقى، لو معاك مثلا هارد ديسك اكسترنال هتلاقي الكونكتور ده يو اس بي 3 من جهه يو اس بي 3 تايب ايه زي كده، ودي الجهه الثانيه، بيبقوا عاملين دول ليه؟ ناحيه منهم هتمدك بالباور لان المسارات بتكون رفيعه جدا لو كنت ماشيه جوه، وواحده فيهم هتكون مسؤوله عن نقل الداتا. ما انا دلوقتي اليو اس بي ده بقى فيه ايه؟ اربع اطراف، اثنين مسؤولين ان هم ينقلوا لي الكهرباء، تمام؟ البوزيتيف والنيجاتيف، واثنين مسؤولين ان هم ينقلوا الايه؟ الداتا. ده ستاندرد، هتلاقي اليو اس بي كله اهو ادي 1 2 3 4، 1 2 3 4، الا التايب سي. التايب سي في النهايه هو فعلا بيدي لك اربع اطراف، لكن من جوه لو انت اخدت بالك يعني الموضوع معقد في التايب سي، ان هو فيه اطراف كتير جدا، حوالي مثلا 16 طرف، 8 اطراف في الجهه دي، 8 اطراف في الجهه دي، وكلهم نفس الايه؟ الاطراف. بحيث انت لو اخدت بالك لما تيجي تقلب التايب سي او لما تيجي تعكس الشاحن بيشتغل معاك من غير اي مشكله. فهم عاملين زي تكنولوجي كده جديده في التايب سي دي، ان انت تقدر تقلب الكونكتور عادي. غير كده ان اليو اس بي العادي ده اللي هو التايب اي او التايب بي كان بيستحمل معاك مثلا لحد 5 فولت، 9 فولت، 12 فولت اقصى حاجه، ده لو انت هتوصله خارجي. انما هنا في التايب سي وصلوا فيه الارقام محترمه ان هم ينقلوا بيه جهود محترمه يعني، وده تريد برضو او سرعه نقل بيانات كويسه جدا أو لا باس بها. نفس الكلام مع اليو اس بي تايب 3 او اللي هو المايكرو بي سوبر سبيد ده، تمام؟ اللايتنج اللي هو الخاص بشركه ابل نفس فكره التايب سي، بس هنا مع يعني ده بيحترموا اليوزر شويه عن التايب سي. انت هنا في التايب سي مشكلتك عشان الكونكتور بيدخل هنا في المكان ده، ممكن اليوزر هو بيوصل الكونكتور يوصله يعني يتغاب عليه فيحاول يركب الكونكتور جامد مثلا او كده، يكسر المكان اللي هيثبته فيه. انما هنا في لو انت خدت بالك الايدجز اللي هم يعني فنيات كده تخلي الحاجه يعني قيمه الحاجه بتبقى باينه للعميل. الايدجز اللي موجوده هنا دي لو انت خدت بالك، انت اصلا لما تيجي توصل لحد تعامل مع الكونكتورز اللي هي اللايتنج دي، لما تيجي توصل الكونكتور انت مش محتاج تضغط، مش محتاج نفس طريقه التعامل اللي انت بتتعامل بيها مع التايب سي وما الى ذلك. الموضوع هنا ابسط بكتير، هو نفس التايب سي وكل حاجه ونفس طريقه التوصيل برضو، بس هنا مقلوبه. يعني انت هنا مثلا بدل ما يبقى عندك في جزء هنا وانت بتدخل فيه الكونكتور، لا العكس، انت عندك هنا
الجزء اللي هو الفيميل وبتدخل فيه الجزء الايه اليو اس بي لايتنج اللي هو الميل. تمام، هنا قلنا في الاي والبي. في نوع تاني اللي هو اليو اس بي ميني اي. الميني اي ده موجود في ايه؟ لو انت شفت الاردوينو النانو هتلاقوا مستخدمين فيه الميني اي. الموبايلات اللي هي القديمه قوي 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 دي كان بينزل فيها يو اس بي ميني اي. الاجهزه اللي هي زي برضو ايه اجهزه تسجيل الصوت كان بينزل فيها برضو الميني اي. في اليو اس بي ميني بي نفس الكلام. يعني احنا ممكن نقول ان ده اللي هو الاثنين دول يعتبروا زي بعض بس مع اختلاف الايدج. يعني دول حاليا على وشك الانقراض ان هو يعني مبقاش حد بيستخدمه بسبب اللي هو برضو ان الداتا ريت بتاعتهم بتبقى قليله. التطورات اللي بتحصل في الجنريشنز بتاعت اليو اس بي دي كل ده هو صراع في البود ريت او نقل الداتا او الكم اللي بيقدروا ينقلوا بيه الداتا. تمام، ده شكل مثلا اليو اس بي مايكرو اي واليو اس بي مايكرو بي وهكذا. تلاقي بس فرق الايدج ذات نفسها، حتى انت لو جيت تركب واحد من دول مكان التاني مش هيركب. تمام، ده اللي هو كان لحد فتره قريبه جدا ويمكن لسه في شركات بتنزل الموبايلات بتاعتها بتدعم المايكرو اليو اس بي مايكرو بي، بس شالوها لسبب زي ما قلت مشاكل البود ريت قليله. تاني حاجه ان اليوزر او اللي هو اليوزر اكسبيرينس او تجربه المستخدم ذات نفسه مع الكونكتورز دي ما كانتش تبقى لطيفه. اغلب المستخدمين كانوا بيبوظوا الكونكتور ده من التعامل او هو طريقه التوصيل غلط ذات نفسها. تمام، ده بالنسبه للكونكتورز اللي هي ليه، ده بالنسبه لليو اس بي. بالنسبه للبين هيدرز باشكالها المختلفه، لو انت جيت تبص هنا كده ده فتحه عباره عن دايره ممكن نوصل فيها سلك، صح؟ يبقى دي اسمها فيميل بين هيدر. طيب لو جينا نبص من تحت كده طريقه التثبيت ذات نفسها هتلاقيها كانها ايه اطراف كده فلات بتتثبت على السطح. تمام، او بيتم لحام الاطراف، يعني عشان اثبت دي على دايره البي سي بي بلحم الاطراف اللي تحت دي. تمام، ده نوع تاني من البين هيدر. ده انا عندي الكونكتورز بارزه بالشكل ده يبقى ده اسمه ميل بين هيدر. تمام، وهثبت او هعمل عمليه لحام من الاطراف اللي موجوده تحت دي. طيب نفس الكلام ده هو ده، بس الفكره ان ده لما يركب على دايره البي سي بي هيبقى حاجه اسمها رايت انجل. يعني ده هيبقى فيميل بين هيدر بس زي ما قلنا ايه رايت انجل، يعني بيبقى راكب بزاويه 90. يعني الكونكتور لما يبقى راكب هيبقى بالشكل ده. دي مثلا وليكن دي دايره البي سي بي. تمام، وهنا طلع لك الاطراف اللي انت شايفها هنا دي اللي هي دي فتحت دي. تمام، هتبقى شايفها من الاتجاه ده. طيب ده نفس اللي فوق بالظبط، بس ده مثلا بدل ما هو كان دبل رو او صفين، تمام، هنا ده صف واحد، هنا ده نفس الكلام صف واحد مع اختلاف شكل الايه الفوت برينت بتاعه او شكل المكان اللي انا هثبت منه في البي سي بي. ده نفس الكلام بس ده ميل، ده في ميل، ده ميل وهكذا. ده حاجه اسمها الاي دي سي، هو برضو نفس الكلام، ما هو ده عباره عن ايه بين هيدر، بس بين هيدر ضاف له ليه ايدجز من الجنب ده وايدج من الجنب دي، معناها ان في كابل بستاندردز معينه لما يركب هنا مش هيتخلق الا لما اشيله بطريقه معينه. تمام، ده اللي هو الاي دي سي. تلاقوا برضو ليه كاتيجوريز كتير، اطراف كتير وعدد اطراف مختلفه وما الى ذلك. تمام، ده نفس شكل اليو اس بي بس ده الجزء اللي بيبقى راكب على البي سي بي، يعني ده الكابل ده اللي انت بتتعامل معاه، ده اللي انت اللي اليوزر بيبقى اللي هو انت بعد ما تصمم البي سي بي اليوزر لما بيجي يتعامل بيبقى معاه كابل يو اس بي زي ده المفروض هيوصله في البي سي بي، ده اللي بيكون متركب على البي سي بي اللي هو هنا. حتى ده لونه الازرق او زي ما قلنا احنا البلو ده عباره عن ستاندرد اليو اس بي 3. تمام، ده برضو نوع من انواع الكونكتورز اللي بتبقى سبيشالي ديزايند، يعني هو متصمم مخصوص
عشان يستخدم في تطبيقات معينه. زي ايه يعني؟ ده مثلا هتلاقيه اغلب استخداماته هتلاقيه موجود في ده في المذر بورد. وخاصة طالع من الباور سبلاي. حتى الفترة دي بدأوا يعملوا ما يسمى بالكيبل مانجمنت والكلام ده، بيحاولوا بقى ايه يخلوا يبقى فيه ستاندردز معينة اللي هو ثابتة تقدر تستخدمها في أي حاجة بعيدا حتى عن المذر بورد. وهكذا هتلاقي عندك هنا ده اللي هو اليو اس بي، ده اللي هو الميني، تمام، الميني بي او الميني ايه، ده اللي بقى موجود في الاردوينو. النانو ده البين هيدر، انت لما تروح تشتري البين هيدر ده بيبقى شريط زي ما انت شايفه كده. الشريط ده بيبقى مثلا بيبقى 40 بن، ممكن تلاقي سعره مثلا 2 جنيه، تمام. المقارنات الالكترونيه مش غاليه، مش غاليه زي ما انتم متخيلين مثلا او كده، او الناس. انا مثلا واحد من الناس لما جيت اتعلم في البداية كنت أفكر المكونات غالية، لا أنت تلاقي العشر مقومات بجنيه، مش عارف الكم مكثف بجنيه، اللي الداية بربع جنيه وهكذا. فاللي هو الموضوع غير ما أنت تبقى متخيله وأنت داخل على حاجة جديدة، تمام. هنا ده التيرمينال بلوك أو اللي هي الروزيتا، هنا مثلا دي روزيتا ثلاثة طرف، الأسلاك أو الوايرز بتركب في البورتس اللي موجودة هنا دي، وعن طريق الاماكن اللي هنا دي او المسامير دي، لما بفك المسامير دي لبره انا بفتح البورت ده بحيث اقدر ادخل سلك واربط المسمار ده تاني. الجهه دي ناحيه تحت بقى طالع لي ايه اطراف اللي انا بلحمها في البي سي بي زي دول كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. واخد الاطراف بتاعتي بقى الاسلاك هوصلها من ناحيه تحت. ده نفس الكلام، احنا هنا قلنا في فيميل وفي ميل، ده النوع اللي هو الفيميل، فيميل بين هيدر، وده اللي هو برضو زي ما قلنا ايه اللي هو الصفين، تمام. حد عنده اي اسئلة؟ حد عنده اسئلة؟ طيب الساعة دلوقتي 8 و8 دقايق، ناخد 12 دقيقة كده نطلع نصلي العشاء ونرجع، تمام. الناس اللي هتطلع تصلي العشاء هناخد 12 دقيقة، هنرجع على الساعة 8 وثلث، تمام، عشان إن شاء الله الجزء اللي جاي أنا عايزك تبقى مركز معايا، لأن هندخل بقى بي سي بي بقى اللي هو السكيماتيك واللي أوت، ويعني إيه سكيماتيك، الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها حاليا دي اللي انت شايفها لما تروح تشتريها هتبقى بالشكل ده، الموضوع هيبقى مختلف. انت بقى اما بتيجي تشتغل على البرنامج مش هتعامل بالحاجه بالشكل ال 3 دي اللي انت تبقى شايفه ده، او مش شرط ان كل حاجه تبقى موجوده قدامك بشكل 3 دي، تمام. هو الميتنج المفروض يخلص امتى؟ الميتنج المفروض احنا ان شاء الله لما نرجع من بعد الصلاه بالكتير قوي يعني ان شاء الله مش هنعدي 9، لان اللي هنقول يعني ايه سكيماتيك ويعني ايه لي اوت، والناس البرامج اللي هنشتغل عليها ايه بحيث الناس تبقى مجهزاها، تمام، وازاي احملها ويسجلوا فيها وكده وبس. وان شاء الله ننهي الميتنج على كده، والميتنج الجاي يبقى هيبقى عمل ان شاء الله، تمام. تمام يا شباب، طيب هنطلع بقى كده إن شاء الله ونصلي العشاء ونرجع تاني 8:30 يا شباب.